الناس هتدفع ازاي؟ يعني ممكن يكون ناس عارفه بعض الطرق، يعني انا حصلت على الخدمه من وزاره العدل، من في وزاره التنميه المحليه، في وزاره الداخليه، الخدمات الحكوميه. طرق الدفع بقى للمواطنين، يعني انا واحد زي ما قلت انا مهتم قوي بالراجل اللي هو في نجع ما عندوش، يعني هنا ممكن ابقى عندي فيزا هدفع بيها، ابقى بحول، ببقى الطرق كامله شكلها ايه؟ خليني يعني اخد سؤال سيادتك وابني عليه خطوه اخرى. هي المنظومه كيف صممت لتناسب كل اطياف المجتمع المصري وكل قطاعات الشعب المصري؟ لدينا قطاع من المواطنين يزداد ويتنامى يوم بعد يوم، يستطيع التعامل مباشرة مع التكنولوجيا. صحيح. هذا القطاع يستطيع أنه يدخل على منصة مصر الرقمية أو على تطبيقات المحمول الخاصة بمصر الرقمية ويحصل على الخدمة. طرق الدفع هنا هي طرق الدفع المتعارف عليها في كل المنصات الرقمية، سواء بطاقات الائتمان والخصم، سواء محافظ المحمول، محافظ الإلكترونية الموجودة على المحمول، أو من خلال شركات السداد المختلفة التي تقدم خدماتها من خلال المنافذ الموجودة في كل مكان. طيب لو أنا مواطن لا أريد أن أتعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، أستطيع أن أتوجه إلى المكاتب التي ستقدم خدمات مصر الرقمية. سنبدأ بمكاتب البريد إن شاء الله، أول مرحلة 50 مكتب، ثم يتتالى العدد في الزيادة حتى تغطي كل أنحاء الجمهورية. هذه المكاتب زملائنا موظفي البريد قادرين على مساعدة المواطنين في التعامل مع منصة مصر الرقمية. فأنا مواطن لا أرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، أستطيع أن أتوجه إلى مكتب البريد، موظف مكتب البريد أقرب إلى الوكيل عني. بالضبط. بالضبط. هي حتى اسمها يعني في علوم البرمجة شاشة الوكيل. أنه الموظف بمثابة وكيل أو مساعد للمواطن في إدخال البيانات، ولكن التحقق من شخصية المواطن يظل مع المواطن، لأن هيجي له رقم كودي على المحمول الخاص به اللي هو مسجل لدينا في قاعدة البيانات، لابد ان هو يقوله للموظف لكي يتمم الإجراء. فالتحقق من شخصية المواطن وتأمين وحماية البيانات لازال قائم حتى في المنظومة التي يكون فيها شخص يساعد المواطن في إدخال بياناته أو التعامل مع المنظومة. طيب مواطن آخر لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر ولا يرغب في التوجه إلى مكتب من مكاتب البريد، سيكون هناك مركز اتصال برقم ساخن يستطيع المواطن أنه يتصل به. الموظف في مركز الاتصال سيتحقق من شخصية المواطن من خلال مجموعة من الأسئلة، ثم من خلال كود يرسل إلى الهاتف المحمول المسجل لدينا في المنظومة، والمواطن يبلغه إلى الموظف فيتحقق الموظف من شخصية المواطن ويتمم له الإجراء. السداد، عودة إلى سؤال حضرتك، إما من خلال بطاقات الائتمان، إما من المحافظ الإلكترونية، أو من شركات السداد المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو في مكاتب البريد أيضا يمكن السداد. فإذا وسائل السداد و منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية ووسائل إيصال مميزاتها للمواطنين مصممة بحيث تناسب كل أطياف المواطنين بمختلف قطاعاتهم وتفضيلاتهم. طب معالي وزير العدل، الأطراف المنظومة القضائية أنتوا هتقوموا بتدريبها جميعا، يعني كده أساسها على المحامين، ما هو المحامين برضه